مقلب نور على زميلهم عليه ما عجب معليش ما كلمتش السيدة يمين الزغلامي وقت اللي جابوا رابطات حماية ثورة دخلوا يسبوا في النواب هذوك ما همش زملاء ما تغيرش عليهم السيدة يمين الزغلامي ثم حتى أنه يمين الزغلامي البارح اسمع فيها في أحد الإذاعات تروي في رواية ما نعرفش ظهر لي حلمت بها يمكن ما نعرفش وقت القايل قبل ما تمشي للجلسة ولا حاجة يعني رواية وهمية مخالفة للحقيقة وما نستغربش أنه السيدة يمين الزغلامي اللي هي من حركة النهضة اللي وعدت ب 350 ألف موطن شغل وعدت بالتنمية وعدت بما نعرفش نية وبس دوك هذا كل كذب فلا عيبة أنها يمين الزغلامي بما أن حركة النهضة في برنامج الانتخابي كذبت أنا دي تكذب يمين الزغلامي. به شنو الرواية الصحيحة اللي تشوفها أنت؟ الرواية الصحيحة اللي وفيت صحيح نحن مشينا دخلت أنا بسيفتي زيارة ما مانيش بسيفتي معناها الصحفية وبما أنه كوقع التشكيك في الوثيقة دونك في المجلس التأسيسي دونك كان لزام أني نمشي المجلس التأسيسي هذاك المكان الأصلي اللي تواجدوا فيه النواب مشيت باش نوزع عليهم الوثيقة وهاوتي أزيد بادي اللي كذبنا وكذا 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 أنا ماشي مع أحد النواب الأصدقاء وهي قالت اللي هي كانت تحكي مع زميلها النائب وأنا جيت تهجمت عليها ما هوش صحيح هي اللي جيت تهجم وتشوهوا في الزملاء وشكونك أنت وتعيط وبصوت العالي قلت لها مدام رو يعني معيب اللي تعمل فيه ما نيش نخدم عندك ما في مون بليزير باش تتعيط دونك احترم نفسك قلت لي أنت احترم نفسك مناظر وجايين تشوهوا في الزملاء وتوزع في وثائق مزيفة ومدلسة قلت لها مدام أنا صحفية نوزع في وثائق أصلية ونقوم بواجبي الصحفي مش كما جماعة حزبك اللي وزعوا في بورتال لوات على الإرهابيين في المرنقية والكذبة الثانية اللي كذبتها أنا قلت صحيح أنه يوزعوا على الإرهابيين في والمتورطين في بورتال لوات في المرنقية أما قلت ليش أنت إرهابية لأنها لا ترتقي مستواها الذهني لا يرتقي على المستوى الذهني الإرهابي يلزموا امكانيات خاصه للارهاب يعني لا مش على خاطر الارهاب مش على خاطر هي يعني من مخها لا تقدر انا ما عندهاش قدرات ذهنيه معناها